بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليذ، وإن شاء الله راح نعرض أحد العينات التي درستها في السابق، وهي عينات متحجرة مثل ما تلاحظون. هذه عبارة عن عينة متحجرة من قبل يعني من حيوان اسمه المحار. كلنا نعرف أن يوجد فصيلة من الحيوانات تتفرع إلى 25,000 فصيلة تقريباً، تعيش حول الشواطئ والبحر، داخل البحر أيضا. مثل ما تلاحظون هذه عينة بسيطة من صدفة جسم المحار، طبعا عينة متحجرة عمرها لا يقل عن 30,000 سنة، العينة متحجرة. وعلم الحفريات يعني من أجمل العينات اللي ممكن تدرسها في البحوث. مثل ما تلاحظون ممكن تلقون بكتيريا، طفيليات، طحالب، ميكروبات أو فيروسات فوق هذه الصدفة، طبعا مصنوعة بجزء مادة قوية جدا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليب، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات أخرى جديدة، طبعا هذه قديمة عمرها أكثر من 30,000 سنة، وإن شاء الله راح نعرض العينات الجديدة في الفترة القادمة، وراح نعرض لكم عينات أحدث وأجدد من هذه العينة. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.